أهلا بكم مشاهدينا الأحبة أينما كنتم، ورحب بكم أنا صباح الجاف في حلقة جديدة من برنامج متداول لهذا اليوم. تابعنا ورصدنا أهم وآخر الفيديوهات الرائجة والمتداول على المنصات والبيجات المحلية العراقية وحتى العربية أو الدولية أيضا. سنتعرف على تفاصيل تلك الأحداث والقصص المنتقات لحلقة هذا اليوم، ولكن سنبدأ مرورا بالعناوين. احتالوا عليهم صينيون على الأرصفة قرب سفارتهم ببغداد. إحراج كامل للدولة، يوتيوبر أجنبي ينتقد الخطوط الجوية العراقية. بالقوة والضرب، الشغب يشتبكون مع ذوي المهن الصحية ببغداد. صينيون يفترشون الأرصفة أمام سفارة بلادهم بعد أن وقعوا ضحية احتيال شركة عراقية. عنوان لمقطع فيديو متداول يظهر فيه مجموعة من الصينيين على الطريق بعد اتفاقهم مع شركة على أساس إيجاد فرص عمل لهم في العراق، لكن خاب أملهم بذلك بعد الاحتيال عليهم، وبالتالي يجدون أنفسهم على مفترق الطرق هكذا، كما حصل مع مجموعة من الصينيين الذين وقعوا ضحية نصب واحتيال عند قدومهم، فلم يجدوا عملا وأنفقوا أموالهم الخاصة ولم تستقبلهم أي جهة، فافترشوا الأرض بالقرب من سفارة بلادهم لأيام بعد أن أمضوا 6 أشهر في العراق حتى أنفقوا ما لديهم، فلم يجدوا طريقا غير سفارة بلدهم عسى أن تعيدهم ويرجعون بخفي حنين وخيبة أمل كبيرة. عليكم ورحمة الله. حبيبي استاذ علاء، هذول الوليد اللي هنا هم صينيين بايتين هنا، هذول هسه قسم من أصدقائهم طلعوا وراحوا بغير مكان، هذول اللي هم حادثت لهم الشركة بدون 8 أشهر، والمشكلة بايتين قبال السفارة، با هاي السفارة، هاي السفارة قبالك، هذول ما قبلوا، يعني صار يومين هم هنا، ما 3 أيام، ووضعهم كلش يعني للأمانة مزر، حيل العالم تصدق عليهم بالأكل بالشرب. زين خويا، فبأكيد مناشدة من عندكم من قناتكم الموقرة، جزاك الله ألف خير. تتضارب إحصائيات أعداد العمالة الأجنبية في العراق ما بين وزارة العمل التي أشارت إلى أن عدد العمال الأجانب بلغ 750 ألفا، لكن بحسب آخر أرقام من جهة رسمية قالت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان العراقي، قالت إن هناك نحو 1.5 مليون عامل أجنبي في العراق، من بينهم آلاف الصينيين الذين يفضلون العمل في الشركات النفطية، ولذلك يحاول عدد كبير من الصينيين القدوم إلى العراق بحثا عن العمل، ولكنهم يقعون ضحية شركات عراقية لا تلتزم بضوابط الاتفاق وبنوده. أما ردود الأفعال والتعليقات التي جاءت حول هذه القصة كانت كالتالي، نبدأ من تعليق كتبه محمد. ماذا قال محمد في تعليقه؟ يا أبويا، الصينيين يغزون العراق بالشركات النفطية، كلها لفط وبوق ورواتب بالشدات، وإحنا نشتغل جوا إيديهم، أكثرهم يجون طمعا بالفلوس، يدرون بالعراق منجم ذهب، ما يخلف إلك أو ما يخالف إلك الله يا عراق. تعليق من عبد الله، الشعب الصيني كله راح يجي للعراق بعد إذا ربعنا يطربون على الغريب، وعشرات الآلاف من العمال الأجانب يشتغلون بالعراق وكلهم رواتب عالية، وجماعتنا كاتلهم الجوع والسرطانات مال الدخان النفط. نسرين تقول اشعدهم جايين حيل بيهم ويستاهلون، نصبوا عليهم وأخذوا فلوسهم وخلوهم بالشارع، حتى بعد لحد يستهين بالعراق وجاي طمعان بالعراق وفلوسه على أساس إحنا مستفادين شيء. حمورابي يقول في تعليقه، حمورابي عاف المسألة وقام يكتب تعليقات بالفيسبوك، يقول حمورابي 6 أشهر بالعراق و4 أيام قدام سفارة بلدهم، دول الصينيين هم اللي تعلموا من عندنا التغليب، شلون ما يلقولهم حل، ما ياخذوهم ويرجعوهم لاهلهم ومشعدهم بالشارع. هيك الصين، هيك الصين همينا بلد خربان وتايه. تعليق
من غفران، استغفر الله ربي واتوب اليك. يا معودين كافي، جون عمال للعراق، يمكن 1.5 مليون عامل اجنبي بالعراق، وجماعتنا ماكو شغل يشتغلون، ومن يتظاهرون يشبعوهم كتل. الله اكبر. تعليق من الخفاجي علي، ماذا قال؟ الدولة تبكي بوجه الله تقول ماكو فلوس، ورواتب الموظفين تكلف ميزانية الدولة، وأكثر دولة بها موظفين العراق بنسبة 37%، أكثر من السعودية والصين، أعلى بلد بالموظفين. الجيش الأبيض يقمع مجددا في بغداد، ووسائل الإعلام ومنصات السوشيال ميديا تضج بفيديوهات صادمة وثقت بالصوت والصورة للحظة الاعتداء. ذو المهن الطبية والصحية دفعة 2023 حالهم حال بقية الشباب ممن يحلمون بفرصة عمل لضمان مستقبلهم في العراق بعد سنوات من الجهد والتعب والدراسة وتحمل أعباء ذلك كله ونفقة الدراسة أيضا. وعند تخرجهم تلقوا الصدمة، فالمتخرج لم يتوقع أن يسلب الحق منه ويحرم من التعيين. نعم، أعداد كبيرة من خريجي المهن الصحية أو الطبية خرجوا بتظاهرات أمام وزارة المالية لتجديد مطلبهم في التعيين وفقا لقانون التدرج الطبي الساري المفعول، إلا أن احتجاجهم هذا جوبها بالقمع والضرب والعنف والاعتداء من قبل قوات حفظ القانون. لنشاهد. نشوف انواع الاسلحه، الماء الحار، الفلفين، النتالات، الدونكيات، هاي كلها على ابو الدارس هذا، والمينيشيات دارسه بغداد دارسه بغداد والعراق كله. شوف المسالم، شوف العراقي هنا يعاملون هيك معامله، والمينيشيات دارسه تقوم لكم ولكم واهم بداكم. دخول المياه للمتظاهرين من قبل قوات حفظ القانون مكافحه الشباب، ما يخلي المياه توصل لخطوط المتظاهرين. امشي
هذا منك صار الثوره. ايش دولة عام الشعب اكذا ابو العلي. كانت هناك مخاوف كبيرة من أن تحدث صدامات ومواجهات بين خريجي الأقسام الطبية وبين القوات الأمنية، لكن للأسف وقع المحظور وتم الاعتداء على المتظاهرين كما شاهدنا. لاحقوهم، ضربوهم بالهروات والعصي الكهربائي أيضا، ووقعت إصابات بصفوف الطرفين. غضب وهجوم واسع تلقته وزارة الداخلية لاستخدام عناصرها أو عناصر القوة التي كلفت بحماية المتظاهرين، استخدموا القوة المفرطة في هذه التظاهرات. ما دفعها للتوضيح ببيان رسمي قالت فيه، هذا هو البيان الذي سيظهر من خلفي على الشاشة، إن توضيح صادر عن وزارة الداخلية. قالت فيه، انطلقت تظاهرة أمام وزارة المالية وأثناء قيام بعض المتظاهرين بغلق أبواب الوزارة والطرق، شرعت الأجهزة الأمنية بواجبها وفق السياقات القانونية بمنع هؤلاء الأشخاص من غلقها، كما تم نشر قطاعات الأجهزة الأمنية لسلامة المتظاهرين بعد أن حصلت أعمال شغب أدت إلى إصابة عدد من القوة المنفذة للواجب، وقد تم السيطرة على الموقف وعادت الأوضاع إلى ما عليه من استقرار وهدوء ضمن المنطقة التي حصلت فيها التظاهرات 19 من آب من هذا الشهر. إذن كان هذا هو بيان وزارة الداخلية، وبررت فيه ما حصل من استهداف لخريجي المهن الطبية والصحية. لكن هل هذا الرد وهذا التبرير كان مقنعا للعراقيين والمتابعين؟ لنتعرف على ردود أفعال من تابعوا ما حصل مع ذوي المهن الطبية والصحية عبر هذه التعليقات. نبدأ التعليق الأول من نقابة ذوي المهن الصحية، ماذا قالت في تعليقها؟ السيد هاشتاج دولة رئيس الوزراء محمد الشياع سوداني، أولادك المهن الطبية والصحية يطلبون منك التدخل لتطبيق القانون، وأنت الرجل الأول في العراق الراعي لتطبيق القوانين وتنفيذها. هناك أيضا مداخلة من حسين جاسم يقول، طالب تعبان على روحه وحاصل على معدل 97 فما فوق واختار المهن الصحية حتى يتعين، فليش تسلبون حقه وتعب سنين عمره؟ وين الديمقراطية بالموضوع؟ هناك أيضا مداخلة وتعليق من عبد الله الجنابي، إلى وين تريدون توصلون بينا؟ مو كافي اضطهاد الخريج يريد تعيين، وهذا أقل واجب تقدمه الدولة، فليش هذا الأسلوب وليش القمع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هناك أيضا مداخلة من حسن، صوت البرلمان على أو صوت البرلمان على زيادة رواتبهم مع موظفي البرلمان 30%، زين ما تقولون أنتم ما عندكم فلوس، أنتم مو تقولون ما عندكم فلوس ولا ميزانية حتى تدفعوا الرواتب أو تعينون الخريجين، فشنو هذا التناقض؟ تعليق من فهد، ماذا قال فهد في تعليقه؟ يقول فهد، لماذا هذه القساوة على شباب العراق؟ خريجي الصحة يقمعون أمام وزارة المالية، اعتداءات تطال أبناء المجموعة الطبية من قبل الشغب أمام أنظار وزارة المالية. هناك أيضا مداخلة من أبو عبد الله يقول في تعليقه، أبو عبد الله لازم تحل مشكلة نقص الدرجات الوظيفية للمجموعة الطبية، علما الناس تدرس وتتعب وتصرف، إذا يتخرجوا ما يتعين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نريد حقنا وإنصاف دفعة 2023. يوتيوبر أجنبي شهير يوجه صفعة قوية للخطوط الجوية العراقية، يفضح مستوى الخدمات المقدمة على متن الخطوط الجوية، إنه جوش كاهل الذي يعرف أو يعرف بين متابعيه بتقييمه لرحلات طيران الدرجة الأولى حول العالم. فخلال سفره إلى العراق على متن الخطوط الجوية العراقية في درجة رجل الأعمال VIP، أصيب بالإحباط بسبب الخدمات المقدمة في الطائرة، انتقدها انتقادا لاذعا ووصفها بأنها إحراج كامل للدولة، فلا وجود للأنترنت ولا وسائد ولا سماعات ولا قائمة طعام ولا منشفة ولا أي شيء يذكر على حد قوله. المصيبة أنه دفع قيمة التذكرة $2,400 في مقابل ذلك. سوء الخدمة وطاقم الطائرة أفسد تجربته التي توقع أن تكون جميلة وممتعة، وليس كما حصل في الواقع.
Iraqi Airways is an absolute national embarrassment. They have literally nothing. No headphones, no pillows, no menus, no hot towel, nothing. They don't even have crew. A lunchbox, an economy class meal in business class. It doesn't worth anything if your crew sucks. So much money out of your customer's pocket. You gotta give something back. Today we are flying the new 787 Dreamliner of Iraqi Airways. And while I had great hope and expectations, it turned out to be an absolute disaster. It hurts to see that an airline with this much of potential and one of the most modern fleets on Earth can't produce a decent flight experience and fail on every possible level. So please join me today on a trip from Malaysia to Baghdad and see how we can save the national airline of Iraq. And bad reviews keep Sam Chui employed as well, because every time I give an airline a negative review, miraculously he shows up a couple of days later or weeks, but it was with Xiamen Air, Vistara, Qatar Airways, or I can name a few more. It keeps Sam employed, so it's also important, right? We don't want Sam to run out of work, so there you go. He's always getting that call. Oh, Josh gave us a bad review. Sam, come and fix this. So expect the Iraqi Airways review by Sam Chui very soon. إذن هكذا كانت تجربة اليوتيوبر جوش كاهل مع الخطوط الجوية العراقية. الشاب أبدى استياءه واستغرابه قائلا إنهم لا يقدمون أي خدمات تليق بالمبلغ المدفوع، وأضاف أن أي شركة تطلب مبالغ باهظة من الزبائن أو الركاب يجب أن تقدم خدمات مناسبة مع تلك الأسعار، ولكن على متن الخطوط الجوية العراقية ليس لديهم شيء حرفيا. كما انتقد كاهل طاقم الطائرة لسوء خدمة المسافرين وعدم حبهم وتكاسلهم في العمل حسب وصفه. ردود أفعال جاءت مؤيدة لليوتيوبر وأخرى ساخرة وغاضبة، اخترنا لكم منها هذه النماذج من تلك التعليقات. نبدأ من الدكتور علي. يقول الدكتور علي في تعليقه: يجب تغيير اسم الطائر الأخضر وصدق فضيحة. أكيد كل المضيفين واسطات، دافع 2400 دولار، لا مخدة ولا سماعات ولا خدمة بها حظ، والأكل فوق هذا كله بارد. تعليق من IM2OT: تخزينة وصدق كارثة، اعذرونا لأن العراق محتار بالقوانين الفاشلة اللي ترجعنا لزمن الجاهلية، أما التطور مو من خططهم، يجب أن تصحح إدارة الخطوط الأخطاء المذكورة. تعليق من أسامة يقول: كل من صعد بالخطوط العراقية انتقد، لكن لا حياة لمن تنادي، هسه تتوقع راح يغيرون شيء؟ المشكلة هي بقلة خبرة المسؤولين، تلقي فاسد وما عنده خبرة بإدارة خطوط الطيران. تعليق من وارد جوري: العراقية أتعس شركة بعد فلاي، آخر سفرة بها ردنا جاي قال المضيف ماكو غلاية، ردنا شاي قال المضيف ماكو غلاية بالطيارة، ثم تضحك. وهاي شغلة بسيطة نسبة لتأخير الطيران ورقي المضيفات والمضيفين. تعليق ومداخلة أخرى، هذه المرة من سجاد، يقول سجاد: اللي ذكره واقعي وموجود للأسف، مو بس بالخطوط، الموظفين بالقطاع العام يؤدون عمل ما يحبوا وضايجين، المفروض الموظفين عقود وليس على الملاك الدائم ليكون عملهم صح. هناك أيضا تعليق من مهدي أحمد يقول: إحنا مو أصحاب صنعة، لكن نحن مطالبون بإيجاد الحلول. طيران الإمارات قابل اللي يديرون العمل إماراتيين؟ لا، كلهم كفاءة أجنبية، فخلي نستخدم شركة أجنبية رصينة تدير الأمور، والسلام عليكم. تعليق إذا بعد قصة اليوتيوبر الذي انتقد خدمات الخطوط الجوية العراقية أو الخدمات المقدمة على الطائرات التابعة للخطوط الجوية العراقية في قسم الـ VIP، سنذهب إلى مجموعة من الأحداث والقصص المتداولة أيضا، لكن سنبدأ بعناوينها. انفجار قنينة عطر داخل مركبة والسائق ينجو بأعجوبة. ليش تشلعون أرقام السيارات؟ شرطة النجف تعاقب المخالفين.
استقبال طبيب عراقي في لندن عائد من غزة. محمد طاهر طبيب عراقي في غزة، متخصص في جراحة الصدمات والأطراف العلوية ومتطوع ضمن فريق أوروبي طبي في غزة، ترك عائلته في لندن ليقوم بالخدمات الصحية والعمليات الجراحية في المستشفى الأوروبي جنوب غزة مجانا. تلقى تحذيرات كثيرة قبل مغادرته إلى غزة، لكنه فضل الاستمرار وقال: إن لم أكن أنا فمن؟ وبعد أشهر عديدة قضاها في معالجة الحالات الحرجة والصعبة وسط تصاعد حدة القصف وزيادة أعداد الضحايا، قرر العودة إلى بريطانيا حيث استقبل هناك استقبال الأبطال، وقبل قدم والدته التي كانت تنتظره في المطار على أحر من الجمر. يروي الجراح العراقي البريطاني محمد طاهر شهادته وهول ما شاهده على منصات التواصل وعبر لقاءات تلفزيونية عديدة، يتحدث فيها عن صعوبة العمل وسط النار والقصف والقذائف وانعدام وسائل واحتياجات الإسعاف، مما يعقد ويصعب مهمة الأطباء هناك. أنا اسمي دكتور محمد طاهر، أصلي عراقي مقيم في بريطانيا. قبل 3 أسابيع ذهبت إلى غزة حتى أساعد إخواننا وأخواتنا هناك. يعني اللي خلاني أروح هو ما شفناه في التلفاز على مدة 7 أشهر، يعني من قتل وظلم والإبادة للشعب الغزاوي. وصلت الحالة إلي أنه ما قدرت أتقبل هذا الشيء بعد. بصراحة أنا سويت خيرة، استخرت الله سبحانه وتعالى، وجدت آية إلي يعني كانت يعني جول وهدف مثل ما نقول إحنا بالعربي. فأنا توكلت على الله ورحت إلى غزة، وكان هذا يمكن أفضل اختيار في حياتي، لأنه شفت الإنسانية وشفت المحبة وشفت الإيمان وشفت الصمود. احنا شفنا مأساة كمان، شفنا قتلى من النساء والأطفال والشباب والشيوخ وظلم وعدوان. وكنت يعني كثيرا من الأيام أفكر مع نفسي أقول كيف يعني حصل هذا الشيء، كيف الأمة العربية يعني تتفرج على هذا الشيء وما يتحرك مشاعرها. أنا أعرف أن الشعوب معهم ولكن رؤسائنا ليسوا معنا. أنا طبعا يعني اختصاصي جراحة العظام والأعصاب الطرفية ويعني التروما كعامة، والحمد لله بتوفيق من رب العالمين عالجنا كثيرين من المرضى المصابين. كنت بصراحة أنا في العمليات كل يوم من الصبح إلى الصبح، يعني في أي يوم من الأيام يعني أيام كنا يعني نبدي في 9 الصبح ونكمل في صلاة الفجر. وهذا الشيء لأنه حاول يعني دار ما يدوري كانوا الناس الممرضين والدكاترة الفلسطينيين، يعني مثل ما نقول بالإنجليزي inspiration for me. أنا طبعا قلبي حزين جدا لأنه لأنني تركتهم، ولكن أعود إن شاء الله قريب. بعد انتشار فيديو استقبال وعودة الطبيب العراقي محمد طاهر إلى بريطانيا قادما من غزة، تلقفت القنوات والمنصات هذا الخبر الذي أفرز الكثير من ردود الأفعال والتعليقات المكتوبة حول مشاعر الطبيب العراقي الذي رافق الجرحى وهكذا تحدث عن تجربته هناك. نبدأ التعليقات مع ما كتبه منصور. يقول في تعليقه منصور ماذا قال: بعد قضائه مدة طويلة في غزة لعلاج الجرحى جرح العدوان الصهيوني في مستشفيات القطاع، الجراح العراقي محمد طاهر يصل إلى بريطانيا ويقوم بتقبيل قدمي والدته. أيضا هناك تعليق آخر من كريم الراقي يقول: العراق دوم عز وفخر وكرامة،
هذا الجراح شجاع وعنده غيرة ومرجلة، صار لأشهر يشتغل بغزة بنص الدمار، ماكو أي أدوات لعمله، ويضطر يسوي عمليات بدون بنج أو تخدير. هناك أيضا تعليق ومداخلة من كريم الراقي، تحية كبيرة للدكتور محمد طاهر وألف تحية للأم اللي أنجبت هكذا رجل، ويبقى عراقي ودم حار وعنده غيرة، وراح رغم التهديدات اللي إجت، بس الرجل كلمة وموقف وثبات، حماك الله يا دكتور محمد. أيضا تعليق آخر ومداخلة من الكابتن حسن، الدكتور محمد طاهر بعض البيجات كاتبين عليه الطبيب البريطاني، يستحيفون ويقولون الطبيب العراقي، عبالك ينتقص منهم شيء، بس يريدون يضمون الحقيقة عن العالم، بس هو عراقي وإحنا فخورين به. هناك أيضا مداخلة من أنس الشريف يقول الطبيب العراقي محمد طاهر اضطر إلى بتر ساق أحد المصابين في قسم الطوارئ بمستشفى كمال عدوان، وذلك نتيجة لعدم توفر التخدير اللازم بسبب الحصار الإسرائيلي. أيضا تعليق من أحمد الكمالي، ما رأيته وما شاهدته على شاشات التلفاز فلم أعد أحتمل ما يحدث لإخواننا في غزة من مذابح وقتل وتدمير، فسافرت إلى غزة كي أقدم المساعدة الممكنة وأعالج إخواننا الغزيين. حادث غير متوقع لم يخطر في بال أحد ووقوعه، السائق نجا بأعجوبة من هذا الحادث، فما الذي حصل؟ ففي ظل ارتفاع درجات الحرارة في العراق وبلوغها في بعض المحافظات أكثر من 50 درجة مئوية لربما أكثر من ذلك بكثير، تنصح فرق الدفاع المدني المواطنين بالابتعاد قدر الإمكان عن أشعة الشمس الحارقة خصوصا بوقت الظهيرة، بالإضافة إلى توخي الحيطة والحذر وعدم وضع العطور داخل المركبات أو أي مواد أخرى كيميائية أو قابلة للاشتعال تحتوي على الكحول والغاز، تجنبا من وقوع حوادث مؤسفة ليست بالحسبان كهذه. سائق مركبة في كركوك أصيب بالذهول بعد أن سمع صوت انفجار داخل سيارته، وعندما اقترب منها وإذا بالكارثة، قنينة العطر انفجرت وخلفت أضرارا كبيرة. حصل ما حصل، رواد منصات التواصل الاجتماعي عادوا نشر هذا الفيديو محذرين أنفسهم وبقية السائقين للانتباه جيدا وعدم وضع أي مواد من شأنها أن تسبب الانفجار أو الموت لا سامح الله. هناك كومنتات كثيرة جاءت بعد انتشار الفيديو، نبدأ مما قالته زينب، تقول زينب في تعليقها أسأل الله السلامة للجميع، خطية شلون كارثة جت وهمزين الله نجا، ما كان بداخل السيارة لكن لكنا خسرنا وقاعدين نترحم عليه هسه. تعليق آخر ومداخلة أخرى من المحامي خالد الشيباني، أخواني وأصدقائي شك واحد مخليل عطر أو معطر بسيارته، خلي نزله قبل لا يصير انفجار بتشك موشة أو داخل السيارة بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو. هم بالصيف يخلون عطر وبالشتاء ما حد يخلي عطر بالسيارة. تعليق من أبو مصطفى يقول والله شنو بالشتاء يعني ما نعرق فما نحتاج عطر، أي خليها بالصيف حتى تنفجر عافية. تعليق من أبو مصطفى يقول همزين ما عندي سيارة حتى ما ينفجر بها المعطر وابتلي. تعليق من جلال يقول، جلال في تعليقه
كل الأشياء المضغوطة تشكل خطرا عليكم وعرضة للانفجار بسبب الأشعة الكونية الجديدة. طاقة الشمس تغيرت والأشعة تخترق كل شيء، والظاهر السيارة تعرضت كثيرا للشمس وصار اللي صار. يقول عماد، هذا هو عماد، انفجرت زجاجة عطر داخل سيارة جيراننا، وخطية دخلوا الشباب ليشيكوها ويشوفوها شنو الضرر اللي صار، وفجأة أحدهم أشعل جداحة مما أدى إلى احتراقهم وسبب انتشار الكحول داخل السيارة. هذا اللي شعل الجداحة ذكي جدا. تعليق من عبير الغانمي تقول: حمد لله على سلامة السائق، ودفع الله مكان أعظم وعفي عليك، صورت الفيديو، خلي الكل يدير باله، إياكم تشعلون تدخين لو تخلون عطر أو كحول ممكن تحترقون أنتم والسيارة، فانتبهوا. مع زيادة أعداد الزائرين من مختلف المدن العراقية المتوجهين إلى محافظة كربلاء مرورا بمحافظة النجف لإحياء زيارة الأربعينية، بالإضافة إلى المواكب التي تقدم الخدمات للزوار، تشهد شوارع النجف زحاما كبيرا بسبب السيارات، مع وجود مخالفات مسجلة على أصحاب السيارات التي يركنونها صفا ثانيا خلف طابور السيارات الأولى المركونة أساسا إلى جانب الطريق. اضطرت أفراد من عناصر القوات الأمنية إلى رفع لوحات السيارات، يعني شلعوا لوحات السيارات، صادروها كإجراء فوري لمعاقبة المخالفين بدلا من رجال المرور، مما أدى إلى الاحتجاج والاعتراض على هذه الخطوة وهذه الطريقة، اعتبروها غير صحيحة وليست من مهام الشرطة، ويجب اتباع القانون في تسجيل المخالفات على السائقين المخالفين. وناشد أصحاب المركبات قائد شرطة النجف لمعالجة هذه الحالة. تكتب له غيابه ولا تستعرض، مو صحيح، يقول بأمر القائد صحيح. هاي رسالة قائد شرطة النجف وكذلك محافظ النجف. هاي الأجراءات شوفوها، واقفين سايق ثاني غرمه، واقف سايق ثاني غرمه، ليش تشلع اللوحة؟ ماتة تشلع اللوحة، هو قرار هذا صح؟ خلينا نشوف. النظام المروري العراقي يعاقب أصحاب السيارات المركونة في غير الأماكن المخصصة لها بمبلغ مالي معين قد يصل إلى أكثر من 50,000 دينار عراقي، وتسجل على شكل وصولات وتتضاعف في حال عدم تسديد مبلغ المخالفة. في حين كانت الانتقادات لأصحاب السيارات المخالفين كثيرة أيضا، اخترنا لكم من هذه التعليقات. نبدأ من تعليق جانا. ماذا قالت جانا في تعليقها؟ هذولي حرس الحدود جامعيهم من كل المحافظات، مو بس من النجف، بس لازم على قائد النجف أن يصدر أمور الكل تمشي عليها، وبعدين أنت عسكري مو شغلتك هذا تأخذ أرقام السيارات. تعليق آخر من نصر يقول: لا ما مقبول، زين الخاطر الحسين هالأيام عوفوا هالسوالف، والنعم من أهل النجف ومن طيبة النجف، مو كل صابع عكسوه. تعليق ومداخلة أخرى من الزيدي: أكو فقرة بالقانون تمنع فك الأرقام أو سحب أي مستمسك من المواطن إلا بأمر صادر من القاضي، ويا ريت أنتم همين تطلعون حتى تحافظون على حقوقكم، هذا الشرطي تقدرون ترفعون عليه دعوة. تعليق من آية الشمري تقول: يعني هو واقف غير عنده موكب، عنده شيء، تجي حضرتك تشلع الرقم، ليش؟ إمو خطية. تعليق آخر وهنا تعليق من النجف يقول: وش عليهم أهل النجف؟ الخطة الأمنية تعزيز من كل المحافظات للنجف وكربلاء، بعدين هذه نفس الدوريات اللي صافطة بنص الاستدارات اللي ما تخليك تشوف شيء من تريد تستدار عقول تنك. تعليق من الدكتور زيد يقول في تعليقه: زيارة وزحام، وابو الأرقام الشمالية يوقف وما يهتم لأن ماكو غرامة عليه، لذلك يشلع اللوحة.
إذن من النجف ومن قصة مصادرة لوحات السيارات وأرقامها بسبب المخالفات، وصلنا بكم إلى ختام مشوار برنامج متداول لهذه الحلقة. ألتقيكم إن شاء الله يوم غد مع مجموعة جديدة من الأحداث الرائجة والقصص المتداولة على المنصات. إلى اللقاء.